من أهم الأسئلة اللي بتوصلني عن مريض السكري والتغذية إنه هل بيصير ياكل مريض السكري النشويات؟ وإذا انصبنا بالسكري هل لازم نبتعد تماما عن النشويات؟ بهذا الفيديو رح أعرفكم كل إشي بتعلق بالنشويات ومريض السكري. طبعا مريض السكري حسب نوع السكري، إذا كان نوع الأول أو النوع الثاني عنده مشكلة بهرمون الإنسولين، يا إنه ما بنفرز بشكل كامل زي ما بيصير بالنوع الأول من السكري، أو بكون في عنا نوع من مقاومة الإنسولين أو عدم استجابة لهرمون الإنسولين زي ما بيصير في عنا بالنوع الثاني. وبالنوعين كتير مهم ناكل النشويات، بس المهم نهتم بالكمية والنوعية. يعني أكيد في عنا مشكلة بالإنسولين، والشخص لما يأخذ نشويات رح يرتفع عنده السكر في الدم، بس بعلم التغذية كتير مهم ننظم النشويات خلال النظام الغذائي. يعني بنقدر ناخذ نشويات على الفطور والغداء والعشاء، وبنقدر ناكل فواكه، بس بدنا نهتم بالنوعية والكمية. يعني مثلا بدل ما ناخذ خبز ابيض بدنا نروح للخبز الاسمر، يعني بدل ما ناكل رغيف خبز ابيض ناخذ خبز اسمر ونتاكد انه بدون سكر مضاف. على الغداء ممكن ناخذ رز برغل فريكه، البرغل والفريكه اكيد فيهم الياف بيساعدوا انه ما يرتفع السكر في الدم بشكل كتير كبير، وممكن نلجا للرز الاسمر او الرز البسمتي، لانه كمان عملية هضمه وارتفاع السكر في الدم بكون بشكل أبطأ من الأرز العادي، وهون كتير مهم الكمية. نفس الشيء بالنسبة للعشاء، بناخد خبز أسمر، بناخد ذرة، بناخد نوع من النشويات اللي فيه ألياف. تاني نصيحة لازم نعملها للنظام الغذائي لمريض السكري، ندخل الخضار بكل وجبة. الخضار هي مصدر أساسي للألياف، وهاي الألياف بتساعد إنه يكون عندنا ارتفاع السكر في الدم تدريجي، فإحنا لما ناخد وجبة الفطور فيها خضار هذا كتير بيقلل من امتصاص السكر وما يرتفع السكر في الدم بشكل كتير كبير. نفس الشيء على الغداء والعشاء، كمان إضافة البروتين بتساعد كتير إنه مريض السكر يشعر بالشبع وما يأكل كميات كبيرة من النشويات. بالنسبة للفاكهة، في عنا عدة أنواع من الفاكهة. في عنا فاكهة بنسميها ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع، يعني بترتفع نسبة السكر في الدم بعد تناولها بشكل كتير كبير، وفي عنا فواكه ذات مؤشر جلايسيمي منخفض. مريض السكري خاصة أول ما يتشخص كتير مهم يركز على الفواكه اللي ما كتير بترفع السكر في الدم بشكل كتير كبير، زي التفاح، الانجاص، الخوخ، الدراء، التوت، هدول الفواكه. هلا هذا ما بيعني انه ما بيقدر ياكل بطيخ وشمام وتمر او فواكه مجففة، بس مريض السكري بيقدر ياكل 3 حصص من الفواكه يوميا. لازم نقسمهم خلال نظام الحياة، يعني نظام اليوم ما يكون عندنا 3 حصص مرة واحدة عشان ما يرتفع السكر في الدم. إذا اشتهى الفواكه ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع زي الموز والبطيخ والفواكه المجففة، بنكتفي بحصة واحدة في اليوم، ونحاول نختار الفواكه اللي مش كتير مستوية. يعني بدل ما اخذ موز كتير مستوي باخذ الموز اللي لسه ما استوى كتير. ليش؟ لأنه فيه نسبة نشا أكتر والسكريات أقل، ما بكون النشا تحول كله لسكر وما بيرفع السكر في الدم بشكل كتير كبير. بهاي الطريقة إذا نظم الفواكه والكمية، مش نحط صحن كتير كبير من الفواكه وناكلها، بيقدر ينظم نسبة السكر في الدم. مريض السكري مش بس لازم يركز على النشويات، لازم يركز على ممارسة الرياضة، لأنها بتزيد من استجابة الجسم يعني خلايا الجسم والعضلات بتصير تستجيب لها السكر بطريقة تانية غير عن الإنسولين، فبصير مقاومة الإنسولين عنده أقل، ارتفاع السكر في الدم عنده أقل. بده ينظم الوقت الرياضة مع تناول النشويات وكمان مع نظامه الغذائي. فاللي بدنا نعرفه انه مريض السكري مش ممنوع من النشويات، اكيد بده يقلل الكمية، بده يزيد النظام الغذائي كمية الالياف بنظامه الغذائي، وبقدر ياكل فواكه. هون بنهتم بالحصة الغذائية من الفواكه وامتى نتناولها وشو نوع الفواكه اللي احنا بنتناولها. إذا حبيتوا هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب بالقناة ليوصلكم كل شيء جديد بتعلق بالصحة والتغذية.